السلام عليكم، معكم محمد المريني من مدينة سيدي سليمان. السن 25 سنة. المهم أنا حليت عيني واحد جوج ديال الناس مربيني، المهم دوز الطفولة ديالهم معاهم مزيان، حتى لواحد النهار مات المرأة ومكنتش عارف بلي راه غير مربيني. المهم مبقيتش مع الراجل اللي مربيني، كان كيمارس عليا واحد العنف اللي صعيب عليا بزاف. المهم حتى لواحد النهار عاوتاني في 2010 عرفتو بلي كان غير مربيني وجرع عليا. دوز حياتي في الزنقة بزاف، يعني تمرمد 9 سنين وانا كندوز حياتي في الزنقة. تمرمد ديال بصح تقريبا القناش كامل اللي كتشوفو فيهم كنت كنعيش فيهم. المهم الاهم ماشي هو هذا، الاهم هو دابا انا كبرت وبغيت شي ورقة، ورقة كتضل بلي انا راه مغربي، او شي ورقة باش نعيش حيت من حق نعيش. شحال من مرة مشيت عنده باش نهضر معاه على حساب الوراق، ما كيبغيش نهضر معاه، كيجري عليا، كيسبني، كيعايرني، كيدير بزاف الحوايج. المهم انا اللي كنطالب من المسؤولين دابا حاليا واش انا واش ماشي من حقي نعيش. انا بغيت نعيش، بغيت نسقب لاكارت ديالي، انا تقهرت في حياتي بزاف. شحال من مره كنفكر نتاح، شحال من مره كنفكر ندير شي حوايج خايبين، حيت انا من حقي نعيش. فين ما مشيت كنمشي عند المقدم كيلوحني، عند القائد كيلوحني، المهم كنطلع وكنهبط، ما لقيت حتى شي واحد اللي يعاونني. انا كنطالب من المسؤولين الكبار هما اللي يعاونوني، انا كنطالب من سيدنا يشوف هاد القضيه داهي، يشوفوا لي شي حل، حتى انا راه مواطن، حتى انا بغيت نعيش. اذا لما كنت مغربي خليوني نخرج من هاد البلاد هذايا، انا ما عندي حتى شي واحد، ما عندي لا والدي لا عائله اللي غادي يوقفوا معايا، انا بغيتكم نتوما توقفوا معايا، هادشي اللي كنطالب انا. المهم انا كنطلب مضمون الخاتم هذا هو، الله يرحم لك الوالدين، لاش هاد القضيه المشكل اللي عندي عاوني، انا بغيت ندير غير لاكارت ديالي. قال البيبان تسدوا عليا، يعني كنمشي عند السيد المربيني كيجري عليا، كنمشي للمحكمه كيجريو عليا، كنمشي للبوليس ما كيلقاو لي حتى شي حل، كنمشي للمقاطعه ما كيل... اذا شنو انا مابقاش باغي نولي متشرد، مابقاش نضيع حياتي، راه حياتي ضاعت في خطره، راه 10 سنين ولا 9 سنين وانا ضايع في الزنقه، كنعس في الزنقه. ها البلايص اللي كنعس فيهم هما هادو، الله يرحم لك الوالدين، السي عثمان مول الخاتم لاش شيني عاوني، هادو كاع الناس اللي كيعاونوا، كاع الناس اللي كيعاونوا، الناس اللي دازوا لا مولات العاصر ولا اكس وان ولا اي واحد، عاونوني. وكنطلب من سيدنا الله ينصرو، الله يرحم لكم الوالدين، راه حياتي ضاعت، راني ضايع في خطره، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. ما بغيت والو، انا بغيت نعيش حياتي عادي، بغيت حتى انا تكون عندي داري، يعني مستقبل الاسره ديالي، يعني نكون عائلتي لراسي، هادشي اللي كنتمنى. كنتمنى حتى شي واحد شي حاجه يعطيني شي حاجه اكثر من انا. المهم بغيت نكون مواطن، بغيت نسقب لاكارت ديالي، لهذا كنطلب من السي عثمان مول الخاتم يعاونني الا شاف هاد يعني الا شاف حالتي كيفاش دايره. المهم انا راه تعدلت في حياتي بزاف، ما بغيتش نكون متشرد حتى الدرجه داهيه، يعني تشردت تعيت. انا كبرت مع واحد الراجل وواحد المراه، المراه مات الله يرحمها في هذا النهار، السيد نكرني، عائلتي نكروني، واش انا ماشي حقي نعيش؟ لا كانوا هما نكروني، انا بغيت نكون انا ود الدوله، ما بغيتش نكون ود با امي مثلا، لا نكروني او ما بغاونيش. الله يرحم لكم الوالدين.